بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لحضراتكم أنا يعني إيه بنتابع مع بعض، فعجبني عطر جميل ومنتشر بصورة واسعة وعطر ممتاز، فقلت أقول لحضراتكم أعرف حضراتكم الاسم بتاعه. العطر ده موجود طبعا حضراتكم للغرض من القناة والكلام، ان احنا بنعرف الشباب وبنعرف الناس ازاي يصنع العطر بنفسه من غير اي تكلفة، لان ممكن حضرتك تجيب العطر اللي هو العطور الشركات وكده، ممكن تلاقي ازازة زي دي كده تتعدي لك ال 500 جنيه. في طبعا في اسعار برضو نازلة عشان ما نكونش مبالغين، في 200 300 500، في ممكن توصل لحد 1000 و2000 جنيه، دي في الازاز بتاعت الايه الشركات. فحضراتكم عجبني في الفترة الأخيرة دي عطر مشهور برضو اللي هو احنا بنقول لحضراتكم نعرف الشباب بالعطور الجديدة واللي أسعارها ممتازة، في يعني أي شاب ممكن يعملها. عطر اسمه 3G، يعني ثلاثة بالإنجليزي وكان بيها حرف الـ A G، 3G زيت عطر اسمه 3G أو بارفان 3G. هنشتغل النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى مع بعض، ويعني قلنا الفكره ان احنا بنجيب اي حاجه تنفع الشباب وبيجرب ويشوف مش هيخسر، وحاجات بسيطه بدل ما تروح تشتري ازازه ثمنها غالي ولا بتاع، حضرتك اعملها بنفسك انت واصحابك انت وقرايبك انت وبيتك وعيلتك، هتعملها بتشتغل وهيكون في افاده باذن الله تعالى. واحنا قلنا الهدف من القناه ان احنا بندعم الناس ونعرفهم اي حاجه. طبعا الازازه دي واحد يسالني الازازه دي، طبعا الازازه دي متوفره عند بتوع العطور واللي بيبيعوا جمله موجوده، مش فيها اي مشكله ولا حاجه. طبعا الازازه دي ثمنها كام؟ ثمنها 20 جنيه عشان ما اكون مثلا بهدي بيها حد، هدي بيها عريس او عروسه او حاجه، هاتها واعملها انت بدل ما تروح تشتري ازازه وحطها وغلفها وبيع وقدمها هدي، بدل ما تروح تجيب ازازه يقول لك 200 300 جنيه ولا يحط لك في علبه يقول لك 200 300 جنيه، ما انت تروح هات ازازه زي دي كده شكلها مذهب ولا فخمه كده عشان لو وقعت ما تتكسرش، محطوطه في حاجه جوه مغلفه بحاجات كده مذهبه جميله، بتروح تشتريها الازازه دي ب 20 جنيه، الازازه دي ب 20 جنيه وحاجات بسيطه، كل العمليه مش هتكلفك اكتر من يعني 30 40 جنيه 50 جنيه بالكثير يا عم، ما تغلفها وتحطها وتقدمها لعريس او عروسه او صاحبك او في اي مناسبه، في عيد ميلاده في اي مناسبه سعيده هتبدا انت حضرتك في خطوبه في اي مناسبه هتقدمها لتقدم الهدايا دي لبعضك، وتكون انت اللي عاملها، تكون انت اللي عاملها ومغلفها وحاططها. طيب هنشتغل على طول عشان ما نضيعش وقت حضراتكم ووقت حبايبي الشباب. هنبدا احنا قلنا العطر ده اسمه 3G. طب الازازه دي كام يعمل حاجه؟ دي الازازه دي ساعتها 50 مللي، 50 مللي يعني هتاخد كام؟ احنا قلنا ال 100 باخده 20 يبقى ال 50 باخده 10، يبقى دي حاجه هنحط فيها 10 ونكمل ال 10 ال 50 كام؟ ب 40 كحول، مش فيها مشكله ولا فيها اي حاجه خالص. هناخد معانا اللي هم هناخد 10 سنتي من عطر 3G، انا بنطق باللغه الانجليزيه 3G يعني 3 بالعربي جنبيها كده باللغه الانجليزيه حرف جي او 3G، يبقى 3G. هنبدا ناخد هنا 10 مللي او 10 سنت، هنا مدرجه بالملي اللي هم 10 جرام تقريبا، 10 جرام تقريبا المخبار ده كله على بعضه اخره اللي هو 10 مللي، يبقى انا كده خدت ايه 10 مللي من زيت العطر 3G. طول في منتهى في غايه الرقه والجمال، حضراتكم جربوها والله ما هتندموا. يعني انا بجيب الحاجات دي لحبايبي عشان اعرفهم جرب وشوف العطر ده 3G ده عطر شباب ممتاز ممتاز ممتاز، جربه وحضرتك قول لي رايك ايه وانا هقول لك الايه اللي فاد ايه. يعني هو طبعا الزيت العطر عشان المعلومه، الزيت العطر لما تيجي تشمه كده لوحديه يعني ما بيكونش فواقع وبيكون كاتم ما بتظهرش معاه المو قوي، يعني في الرحابيه بيظهر اه بس ما بيكونش بالصوره اللي هي يعني اللي انت حضرتك ممكن تقمن، انما لما بتخفف بكحول الاسايل بتظهر ريحته على طول، بينتشر في الفواحل وبيكون ممتاز بيفن. ده عطر 3G اهو، يبقى احنا خدنا 10 مللي اللي هم 10 جرام، يعني هنحط في ازازه 50
يبقى هنا فيها 10، يبقى عشان تكمل 50 عايز 40 من الكحول اهو. يبقى احنا بنحط كده اهو اهو ال 10 مللي او ال 10 جرام من 3 جي. طيب بعد كده هنحط في حدود 2 سنتيمتر الماء المقطر، يعني حوالي 20 نقطة. في ناس بتزود وتانية مش، يعني احنا قلنا اتفقنا يا جماعة ديت يعني مش ما ناخدهاش يعني حاجة كده، لا هي يعني في الحدود ده، بس حدود تساوي يعني ايه 2 مللي او 2 سنتي من سنتيمتر مكعب من الماء المقطر، بنبدأ ايه نحطهم. وقلنا فوائد قبل كده وانت حضراتكم اصبحتوا عارفين كده. بحط بعد كده برضو من سنتي لسنتي ونص من المثبت اللي عندي اهو، المثبت اللي عندي، واحنا قلنا المثبت هنا انا بستعمل هنا